سددوا فواتيركم الماء والكهرباء والإنترنت عن طريق بانكيلي. من تدوينات الرئيس السابق وصور ماكرون مع المحمدين إلى قرائن العبودية في عين فربة واتفاقية صيد البحري مع الأوروبيين، مواضيع وغيرها رصدتها عدسة فلاش لهذا الأسبوع. فأهلا بكم متابعي تواتر ومنصاته الرقمية على مواقع التواصل. في تدوينة من داخل سجنه نشرها على حسابه فيسبوك، استنكر الرئيس السابق محمد عبد العزيز إقرار قانون الرموز معتبرا أنه انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية، كما وجه اتهامات للنظام الحالي بالانتهاك المتكرر للدستور. الرد على أولي عبد العزيز جاء عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولداهي، حيث قال في المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء إن على الرئيس السابق محمد عبد العزيز التفرغ لوضعيته القانونية وترك الأمور السياسية، مضيفا أنه يعتقد أن التدوينة غير صادرة عن أولي عبد العزيز مفندا اللغة والأسلوب. نتوقف معكم عند صورة حديثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يسكب الماء من قنينة ليشرب الرئيس محمد الشيخ الغزواني من كأس زجاج، خطوة تباينت قراءة النشطاء لها خاصة في ظل تنامي الخلاف مع الجارة الجزائر. البعض رأى في الصورة تقربا مبالغا فيه من باريس لنواكشوط تفرضه المصالح الأنية والاستراتيجية في المنطقة، فيما رأى آخرون في الصورة مجرد إتيكيت لا يستحق التعليق. صورة ماكرون مع الغزواني عادت إلى الواجهة صورة مماثلة من حيث التقارب، يوم حمل ماكرون مظلة فوق رأس الرئيس السابق محمد عبد العزيز ليستظل عن المطر والشمس. ملف العبودية يتصدر مجددا الواجهة في ظل معلومات قادمة من عين فربة تتحدث عن حالة استرقاق. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت بيانا حول الواقعة قالت فيه إنها أجرت تحقيقا خلص إلى وجود قرائن قوية لحالة استرقاق وفقا لأحكام قانون 2015، مطالبة السلطات القضائية بمواصلة التحقيقات من أجل الوقوف على العناصر التي يمكنها تأكيد أو نفي الحالة. وعلى صد الأنباء الواردة من عين فربة، أصدرت تنظيمات حقوقية بينها إيران وميثاق الحراطيين بيانات تطالب بالتدخل العاجل لتحرير سيدة وبناتها من الاسترقاق وتدعو لمحاربة العبودية بجدية. ميدانيا نظم نشطاء حركة إيران وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل مطالبين بالقضاء على جرائم العبودية التي تتم ممارستها في الداخل واستقلالية القضاء. مرصد المواطنة والحريات الذي يقع مقره في باريس ينشر الوثيقة التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلاً بعد ذكر المستشار السابق لوزير العدل أحمد الهارون للشيخ سيدي لها. الوثيقة تضمنت معلومات عن مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة، قيل إنه تم تهريبها للخارج، وسحب مبالغ معتبرة من اليورو واستخدام أجهزة البنك المركزي الموريتاني للتأكد من سلامتها. نشر الوثيقة أثار ردود فعل متباينة على صفحات النشطاء، البعض اعتبر أن الوثيقة لم تقدم جديدة، فيما طالب آخرون بالمحاسبة الفورية للمتورطين وتجريدهم من مناصبهم وإحالتهم للقضاء. خلونا حوتنا، خلونا ثروتنا السمكية، هكذا تفاعل بعض متابعي تواتر وعدد من نشطاء فيسبوك مع خبر توصل موريتانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق جديد يتعلق بالصيد البحري. سيسمح هذا الاتفاق للسفن الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية باصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح بكميات تصل 290 ألف طن سنويا، وهو ما اعتبره نشطاء استنزافا للثروة السمكية. وخلال السنوات الأولى من تطبيق الاتفاق سيدفع الاتحاد الأوروبي لموريتانيا 57.5 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى 16.5 مليون يورو موزعة على فترة البروتوكول. انعقدت جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي بحضور رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني وعدد كبير من الوزراء والشخصية المهمة والتربويين الفاعلين في القطاع. تقول الجهات المنظمة إن المشاركين سيخرجون بنتائج عملية وجدية لإصلاح التعليم في موريتانيا. مصطلح التشاور أثار حفيظة بعض المتابعين الذين يتخوفون من أن يكون الأمر مجرد شعار للاستهلاك، فعلق البعض ساخرا من التشاور ننتقل للحوار ومن الحوار نرفع شعار التشاور ونجمع بين استهلاك الشعارين في السياسة والتعليم والثروة الحيوانية، هذه مجرد عناوين بدون ملحق يقول البعض. موزعو الخبز الذين يعرفون محليا بصروايا نظموا وقفة احتجاجية في ساحة الحرية معبرين عن تضررهم من القرار الذي اتخذته اتحادية المخابز، تحدثوا لتواتر عما اعتبروه قطعا لأرزاقهم واحتكارا غير منصف وفق وصفه.
أعلن بشكل رسمي عن تعيين الفرنسي ديديا غوميز داروسا مدربا جديدا للمنتخب الوطني المرابطون. الناخب الوطني الجديد الذي أعلنت عنه الاتحادية الموريتانية لكرة القدم سيخلف المدرب الفرنسي جيرارد بوشر الذي قاد المرابطون مؤقتا بعد إقالة كورنتيان مارتينز وترشيح عدة أسماء أجنبية ووطنية. على المنصات المحلية تفاعلت مع خبر نشرته صفحة صحراء ميديا على فيسبوك يفيد بتوزيع 30 مليون أوقية قديمة على 63 حافظا للقرآن الكريم في حفل نظمته إذاعة موريتانيا. وعلى صفحات شخصيتي كتب الصحفي الدهيعقوب قائلا: صراع غزواني وعزيز مستمر، وهذه المرة من مدرسة الشرطة. رسالة لعزيز انتقد خلالها قانون الرموز وقدم نفسه كبديل للمعارضة النائمة. يبقى ما بين عزيز وغزواني صراع مصالح ينتظر وساطة وتنازلات من قبل السابق والحالي. فرد عليه أحد المتابعين بالقول: رسالة الشعب، نحن لا ندخل في الصراع بين الاثنين، خاصة من أفسد البلاد والعباد وأهلك الحرث والنسل. الزوجة هي السند، هي الوطن، حواء العزيمة الوفاء والإصرار، طهور إن شاء الله السيدة سالكة. صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعامل يرفع لافتة كتب عليها: أريد علاج زوجتي سالكة، استحقت أن تكون فقرة الأسبوع. نلتقي في حلقة جديدة من فلاش. دمتم.